السلام عليكم. اهلا بالشباب. معكم اخوكم عبد العزيز حسين الخلاوي العبد العنزي. انا حاصل على درجه دكتوراه في الفيزياء الطبيه والاشعاعيه، واستاذ زائر في جامعه يونيفرسيتي كولج في لندن، كليه لندن الجامعيه، وكذلك استاذ زائر في جامعه سري، وزميل في اكاديميه التعليم العالي البريطاني. اعمل الان في مدينه الامير محمد بن عبد العزيز لخدمه المناطق الشماليه كفيزيائي طبي، وعملي كله يتمحور حول الحماية من الإشعاع وتطوير الجودة في التشخيص بالأدوات المستخدمة من ناحية الإشعاعية في المستشفى. طبعاً من ناحية المسار التعليمي الذي سلكته، طبعاً من بعد التعليم العام درست طبعاً أنا في مدرسة في مدينة أو قرية صغيرة، يمكن مدينة صغيرة أو قرية اللي هي مدينة القريات، ومدرسة ابتدائية اسمها مدرسة الصيدة قريب من المنزل، وكان التعليم العام يعني هو مسلكي إلى أن وصلت إلى الجامعة. طبعا الجامعات كانت في ذلك الوقت يعني جامعات محدودة في السعودية، 7 جامعات من ضمنها جامعة الملك سعود كانت وجهتي لها في الرياض، فانتقلت لجامعة الملك سعود ودخلت في كلية العلوم. كلية العلوم كانت كلية صارمة وصلبة، واجهت بعض التحديات في بداية دراستي الجامعية، لم يكن الموضوع يعني مسلكه سهلا بالنسبة لي. التحديات ليست دائما تكون أكاديمية، أحيانا تتعثر أكاديميا بأسباب أخرى ليست تتعلق بالدراسة والقدرة على تجاوز مثلا المادة نفسها، لكن أحيانا تكون يعني مزدوجة، يعني في تحديات نفسية اجتماعية وكذلك في تحديات أكاديمية. طبعا التحدي الأول اللي ما كنت أدركه في ذلك الوقت اللي هو تغير البيئة المحيطة فيك، يعني أنت صعدت من مدينة صغيرة أو ممكن تسميها قرية إلى مدينة كبيرة، فهذا أنا أعتبره فيه تغير ثقافي بالنسبة لك، فيه كالتشر شوك يعني يسمونه، حتى لو أنك في نفس الوطن لكن أنت في ناس حولك مختلفون، الحياة متسارعة بوتيرة أعلى، الوقت يتقلص لديك، أنت متعود على أنه الوقت في المدينة الصغيرة يعني متمدد، يمديك تأخذ يعني يومك وتمارس العديد من الأعمال، لكن في المدينة الكبيرة وتيرة حياة متسارعة، تشعر بعدم الألفة للمكان، لأنك أنت كابن قرية دائما في ألفة للناس اللي حولك واللي تتواصل معهم، تعرف كل أحد، تعرف راعي البقالة، تعرف اللي تطلب منه سندويش بالاسم يعرفك ويعرف أبوك ويعرف أخوانك. لما تروح للمدينة كبيرة أحيانا أنت يعني تغير المكان، مجرد تغيير المكان هذا حتى لو أنت من أهل أبوظبي تروح لدبي وتدرس في جامعة ثانية، أحيانا تغيير العلاقات اللي حولك يأثر على نفسيتك. فتأثرت بداية الدراسة وكان أدائي الأكاديمي يعني غير المأمول به، وتأثرت يعني المعدل كان جدا منخفض في السنة الأولى. حاولت أتجاوز الأثار هذه، أنا ما كنت مدركها في البداية، يعني أنت دائما بعد ما توقف وبعدين تسوي ريفليكشن على نفسك وش الأشياء اللي أنت أثرت عليك، تحاول تفهم الوضع، أحيانا أنت أصلا مو فاهم الوضع، تمضي عليك سنوات كثيرة أنت ما أنت فاهم وش الأشياء المؤثرة عليك. فحاولت أركز أتجاهل كل شيء وأنا أركز على التعليم، أركز على المواد اللي قاعد أدرسها، فكنت منضبط جدا في السنة الثانية وحرصت على أني أرفع معدلي. وأول ما دخلت كلية علوم ما كان صراحة ما كان عندي هدف واضح إيش التخصص اللي أبغى أدرسه، لكن بكلية العلوم في تدرس في الإعداد العام مواد متنوعة، الإحصاء، الرياضيات، الفيزياء، حتى البرمجة تدرس من الحاسب، مواد من الحاسب، حتى فيه الإعداد العام تدرس حتى في الثقافة الإسلامية واللغة العربية، في إعداد عام فيه مواد متنوعة، والفيزياء عندها يعني قدرة على تفسير، يعني هي ببساطة تتكلم عن الطبيعة، كل ما هو حولنا نحاول نفسر كل ما هو طبيعي حولنا. فقلت خلاص أنا بتخصص فيزياء، تخصصت في الفيزياء الحمد لله، وبذلت يعني جهدي لأن أرفع معدلي، والحمد لله يعني استطعت أن أرفع معدلي للمأمول به. وبعد ما تخرجت تقدمت لوظيفة باحث علمي مساعد في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض،
عملت في معهد الطاقة الذرية في المركز الوطني للرياضيات والفيزياء، فالحمد لله تعلمت في أستراليا الكثير وحصلت على درجة الماجستير في الفيزياء الطبية، وعدت للوطن والحمد لله يعني حصلت على وظيفة بعد ما رجعت في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض في مركز الأورام، عملت في مركز علاج الأورام لمدة سنة، ومن ثم بعثت لدراسة الدكتوراه من قبل مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة مناطق الشمالية لبريطانيا. أول ما بعثت أنا كان عندي يعني دائما الواحد يشوف الأشياء اللي يسمونها ترند يعني في التخصص، تبغى تدخل أنت تقول هذا أفضل شيء، مثلا أنه فيزياء النانو وقتها كانت يعني أثناء من 2007 2005 وما قبل إلى الآن فيزياء النانو لها أثرها، وفيه كذلك تطبيقات في المستقبل أقدر أدرس تطبيقات النانو. وعملت رسالة الماجستير في نانو بارتكلز، الجولد نانو بارتكلز يعني ذرات المتناهية الصغر من الذهب. طبعا في كان في المشروع سيل كالتشرينج اللي هو زراعة خلايا وأنسجة، ومن ثم وضع الذرات الذهب هذه المتناهية الصغر داخله، ومن ثم نشععها ونشوف كيف احنا نقتل الخلايا هذه، خلايا سرطانية ببساطة. فاحنا عملنا كله يتمحور حول علاج الأورام باستخدام الأشعة، والأشعة المؤينة اللي هي زي اللي تشوفونها الأشعة السينية في المستشفيات أو الأشعة المقطعية السي تي سكان والإكس رايز طبعا، وفي طاقات عالية. المهم انه بعد ما اخترت هذا المجال يعني اختياري كان سبب في توفيقي اني احصل على وظيفة بشكل سريع بعد عودتي للوطن. بعدين كذلك ساعدني في اني مواصلة تعليمي، فالحمد لله يعني درست، وخلال دراسة الدكتوراه الحمد لله يعني والبحث العلمي تعلمت مهارات كثيرة في البحث العلمي، تعلمت أشياء كثيرة واستطعت الحمد لله أن أنشر العديد من الأبحاث في التخصص. نشرت خلال دراسة الدكتوراه تقريبا 7 أبحاث علمية، وحصلت على يعني تشريف من الملحقية، تشريف سنوي كان يقام للباحثين المتميزين المبتعثين، وتفسير كيف ترى الفيزياء العالم من الذرة الصغيرة إلى هذا الكون الشاسع الممتد. وسعيد بمقابلتك اليوم، وإذا عندكم أي سؤال أي شيء تحبون نتناقش فيه تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. معك خالد الزعابي من جامعة زايد، تخصص إدارة نظم المعلومات. سؤال الله يسلمك، كيف تصف بدايتك المهنية من ناحية تشعب وضخ وكبر المهنة نفسها؟ والله هي كانت على مراحل بدايات المهنية، يعني أنا أول بعد البكالوريوس كانت تعرف بعد البكالوريوس بالنسبة للوضع الآن كان باحث علمي، يعني كانت بالنسبة لي وذاك الوقت مرة ممتازة تحصلت عليها وكذا، فكنت سعيد جدا. يعني مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية وكباحث علمي مساعد كان يعني بالنسبة لي مرة يعني مصدر سعادة، وكنت فخور بنفسي أن تم قبولي فيها. بعدين لما طلعت بعد الماجستير ورجعت الحمد لله كانت برضو كان اختيار تخصص له دور كبير في أن يسهل عملية التوظيف، فعملت في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية في مركز الأورام. وكان يعني فعلا زي ما قلت أنت لما تدخل في المهنة تكتشف أنك كل ما درسته مجرد يعني ألف باء حتى تتعلم القراءة، يعني أنت تمسك طفل تعلمه ألف باء جيم هاء، فأنت تبغى يقرأ بعدين تقول يلا اقرأ، يعني هو مفكر نفسه إذا عرف الحروف راح يروح يمسك الكتاب ويقرأ. إحنا نفس الشيء نتخرج من بكريوس نعتقد أننا راح نطلع للمهنة نمسك الكتاب ونقرأ، لا أنت راح تيجي هناك وراح يجلس معك واحد يقول لك خاء ألف لام داء خالد، عرفت؟ فبعدين انت تصير تقول خالد، بعدين ما يبدا يعلمك ها في المهنه وتتعلم. انت لما تدخل، انت لما تخرج من الجامعه انت مو البكالوريوس، درجه البكالوريوس اللي معك مو الهدف منها فقط انك معك مهارات معينه وجاهز لسوق العمل، الاهم هو مهارات التفكير وليس المهارات المهنيه، فانت تتعلم اشياء كثير خلال مرحله الجامعه، عقلك قبل الجامعه مو زي بعدها. السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالبة شيخة راشد اليماحي من جامعة زايد تخصص علاقات دولية. شو هي أبرز التحديات اللي واجهتها خلال مسيرتك المهنية وكيف تغلبت عليها؟
التحديات اللي واجهتها أثناء المسيرة الأكاديمية كانت أكبر من التحديات اللي واجهتها في المسيرة الأكاديمية، لأنك لما تتخرج خلاص وأنت تعين في مكان معين، أنت في تحاط بخبراء ومختصين وزملاء قبلك، هذول يعني عندهم خبرة يساعدونك في تجاوز أي تحديات. أعتقد أن أهم تحدي ممكن يواجهه الشخص لما يتعين في مكان أو يدخل في مهنة معينة هو الحصول على الاعتراف، يعني سواء من الزملاء اللي خارج المنظومة، يعني مو الزملاء اللي يكونوا في منظومتك، ممكن تحتاج أول شيء أنك تثبت نفسك للزملاء اللي حولك، وبعدين عاد تثبت نفسك في مجالك. هذا هو التحدي اللي فعلا يواجهه أي شخص، أنك في شهادات معينة لازم يحصل عليها. فأعتقد أن هذه العقبات المهنية ممكن تواجه أي أحد. السلام عليكم، أنا اسمي علي الزعابي من جامعة زايد، تخصصي المالية. سؤالي إن في المدرسة في وايد طلاب يحسون إن مواد الفيزياء والرياضيات وإنه وايد صعب وما يحبونه، شو تحس المشكلة وعندك أي رسالة لهم؟ المشكلة للأسف هي ما هي في المادة نفسها، لكن في المعلم. يعني المعلمين، في بروفيسور مشهور في MIT يقول إن الذين يجعلون الفيزياء يعني مادة صعبة هم معلمون مجرمون، يعني لازم يحاسبون، يعني لأن الفيزياء ممتعة، يعني ممتعة جدا، يعني لأنك أنت تتكلم عن أشياء تشوفها بعينك بحياتك الطبيعية، فليش تكون صعبة؟ المعلم له دور كبير، يعني احنا ما نغفل يعني دور يعني صعوبة المادة، ما نقول انها مرة سهلة، لكن بلا شك ان المعلم يعني في درجة من الصعوبة فيها، لكن المعلم عنده قدرة على تسهيل وتبسيط المادة هذه المقدمة، وعنده ممكن المعلم يكون سبب رئيسي بأن الطالب يختار مسار مختلف عن مسار التعليم العلمي مثلا، يعني يكون مثلا في تخصص أدبي أو تخصص علمي، ممكن الطالب يترك المادة هذه كلها بسبب مدرس في أول ثانوي أو ثاني ثانوي، لأنه يشوف المادة صعبة هو. بس الآن المفروض يعني الطلاب يتوجهون إلى منصات يعني اليوتيوب، فيه أنيميشن كبير يشرح لك، يعني حتى لو عندك صعوبة في التصور أنت تقدر تشوف بعينك، أنت بس ابحث يعني. حتى أنتم طلاب مثلاً، مو أنتم ما شاء الله كلكم في الجامعة الحين طلاب الثانوية ومقبلين على التفرعات هذه في تخصصات، لازم يبحثون يعني في اليوتيوب عن أي سؤال يدور في ذهنهم. فأتمنى أنه ما يكون صعب الحين، يعني البحث عن المعلومة أسهل منه ما فيه. السلام عليكم دكتور عبد العزيز. يا أهلا وسهلا. معكم محمد راشد الضاري، طالب في جامعة زايد، تخصص تسويق وإدارة أعمال. فتذكر أنت قلت على نقطة أن لما أنت بديت تدرس البكالوريوس واجهت صعوبة في أول سنة اللي هي لرفع المعدل، لأن كان المعدل نازل، وقلت الحمد لله بتوفيق رب العالمين استطعت أنك تتجاوز هذه المرحلة. صحيح. طلاب كثير يواجهون هالمرحلة، أن لما يبدأ بالدراسة يحصل معدله نازل، ما هي الأدوات اللي حصلت عليها أو استعملتها لترجع للمسار الصحيح؟ الذكاء مهم طبعا، العبقرية مهمة، الفطنة مهمة، لكن ما في شيء كالانضباط، هذا كله ما له معنى، إذا لم تكن منضبط كل ما سبق هذا ما له معنى. أنا كنت مشتت جدا لأن البيئة تغيرت حولي، الانضباط رجعت ركزت، انضبطت في أوقاتي، انضبطت في حضوري، انضبطت في متابعتي مع المحاضرة. حتى بعض الأساتذة اللي كانوا يقولوا لي الدفعات السابقة أن الدكتور هذا ما يشرح كويس وكذا، يعني أحبطوني، فما كنت أسمع للأستاذ هذا والدكتور ما ركز معاه، لكن لما دخلت أنا في السنة اللي بعدها وصرت أركز وأنتبه واكتشفت أنه لا، يعني في تفاوت، يعني ب ب ب ب يعني أنا لما ركزت معاه أنا قادر أستوعب كل شيء. هو صحيح أنه بعضهم يعني مملل، مو كل الأساتذة قدامك ممتعين في العطاء، زين، بس هذا مو عذر، أنت جاي هنا عشان تتعلم، فمو كل شيء راح يكون يعني ممتع في العملية التعليمية. تنضبط وتشد على نفسك بإذن الله راح يرتفع المعدل. انضبط وضع الوقت الكافي لكل شيء، أنت تعرف قدراتك، تعرف الوقت اللي تحتاجه للمادة هذه، تعرف الوقت، وتحط خطة طبعاً أنت للاختبارات، الاختبارات مقبلة، أنت تشوف المنهج، كمية المنهج التي لديك لكل مادة، وتبدأ بتوزيع أوقاتك، لازم في ترتيب. فالانضباط هو أساس النجاح، هو أساس يعني الإنجاز، الانضباط.
والله المعلومات وايد مفيدة، شكرا دكتور. بس تعطينا كلمة أخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة اليوم الوطني. الله يعطيك العافية. بالنسبة لليوم الوطني، يعني الوطن وش ما قلت عن الوطن ما راح توفي حقه. يعني أنا ما كنت ما أنا عليه اليوم لولا الوطن. يعني لما كنت أدرس برا ما أتذكر أني شلت هم العلاج أو الرسوم الدراسية أو أي شيء، وهذا بلا شك يعني ساعدني على الإنجاز والإبداع، وساعد الكثير يعني من شباب الوطن المبتعثين. وبالنسبة لل يعني الوطن ما زي ما قلت لك يعني أمنا هذه الحنونة، فنتمنى نرد الجميل يعني بشكل. وبالنسبة لدولة الإمارات يعني أهلنا وناسنا، يعني حنا نشوف احتفالات باليوم الوطني في الإمارات يعني نحس في وطنين، يعني مو وطنين بوطن واحد. فيعني أنتم أهلنا وناسنا، وبلا شك يعني لما سعادة غامرة لما نشوف هذا التجانس والتناغم بين كأنه وطن واحد. الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم.